درنا واحد البركه باش الله يخلص. لا والواجب ماشي الله يخلصك يا راجل طيب ودخلت لي فراقي ها سير شي الحمد لله شي ولكن كونفيني غير صبر الشيء بغيت نعاونك انا راه نعاونك بارك الله فيك الله يحفظك كيف تصويرهم على بيع تصويرهم غنديروا لها الكادرس نروح عليا واتساب نروح عليا الله يحفظك 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 لماذا كنت كدير في هوار دابا كنت تريسيان على شي ناس عمر الفاميلا عندنا من القضية طولت انا شد بيكالا باش ما يسجلش شد بيكالا باش طلعت على فريا وقلت صافي ثلاث خصني نمشي صليت نط مع جوج الليل طلبت الله سبحانه وتعالى يسر لي في امور اول حاجه درت هي جوج الليل صليت بجر بس حوايجي درت ساكان ولا ظهري صافي شدي الطري كنت على امستروت الله يسمعها فم جرانا من تانوت وبت واحد البلاصه خاويه فاش كنت كتباتها في الخلا ما كاين نباتها في الخلا صافي واحد الدار خاويه كنت فيها واخا كاين شويه السمر ما كاين مشكل صبرنا الحمد لله ونوصل للجزر تاني مع 6 الصباح خرج شي ديريك من تانود شي شاوة والبلاصة اللي كنت فيها يغول يعني كندير من 6 الصباح للمغرب وكنفيق تاني من 6 الصباح للمغرب يعني يومين من إيغول غادي 90 كيلومتر كزولة الأزمة صافي مشيت دزت من حدا البارا ديال الكزولة ردت عليهم ومشيت للسبيطار ديري فكرة كاين خصني نمشي للسبيطار ديري إن شاء الله دخلت عندهم قال يا سيدي من عندي ما تسال من تجي من أكادير الحمد لله داروا لي لاباري على جبهتي عطوني وراء قال لي سير 14 يوم ما تخرجش قال لي لا الحمد لله قال لي أنت جاي بخير المهم جيت أنا هنا مع ديك الخمسة نسيت شي حزتني هنا وانا على الدار قلت مع المال اي لا ترى الله تدوش دوات وسخنا راس مزيان ما الصباح قلت ما يطال قدم الاجراءات هو ديالو قدم قال القايد وجا عندي هنايا والحمد لله قدم القايد قال لي خلص ملي كان نشوفها خرجت قال لي اركب وركب هو صورني قال لي تباطا والحمد لله ذاك الشيء من رجعوا رجعوا كاع انا لا كيفاش الطريق ملي كتيجي في الطريق كاين الريح صعوبات اللي لقيتيش الصعوبه في البديه الاولى مع الجبال والريح هذه هي البديه الاولى هما من تانوت ولهي راك مسرحه وزوينه وبالنسبه للماكله شديتي معاك والماكله على الحليب والفورماج والخبز طائل واحد من الطوموبيله سيدي ما قلتها لك قبل من الحكم من تانوت جاي في غادي قلت لي الاسف هو يجيب له حصه خبزات وبات فيلي يا قلت سير وليدي الله يعاونك سير بشويه هذا هو الواحد اللي دار وتلاقيت مع جوج اخرين غادي بلي ملال ولكن امسترود غادي بلي ملال الريو عطوني ليمونات دابا الحاجه الايجابيه اللي خلات بزاف ديال الناس انهم يتعاطفوا معك انت هي انك دخلتي الاسفي مشيتي للسبيطار ديريكت اي باش ما نلقاش مشاكل مع السلطه وغتجي هنايا وواحد يقول الواحد ويقول وانا عندي المشكل وانا ما عنديش مع هادشي انا عندي غا حاجه مزيانه صافي كنبغي السير حسنا قلت قبل ما نخرج طبق الله سبحانه وتعالى يسر لي الامور هذه تا هي من تيسير من مشيت للسبيطار ديرك الله يسر فيها فكره والحمد لله ومن جيت هنايا قال السلطه فرحت بيا وقال لي ما عندي ما نقول مزيان انت كتشوف الاحوال ثاني صحيحه عندك كثيره لا الحمد لله راه قلت لك راه خصنا ما نطحن قلت للسبيطار قلت له انا كان شي واحد داوز ما انا موجود صراحه ياري انا متي على الطريق كما كاش بيكالا ما جا للريا راح يسلمك الله يحفظك
وما كاش بيكارة جعل الري لكن عندي 3 أيام 5 أيام ولكن كنضرب 120 كيلومتر في النهار. البيكالا اللي جيتي عليها موجودة نجيب لها لي هذه هي البيكالا اللي جيتي عليها من هوارة الأسفي من ولا تيمة الأسفي جا هوارة أكادير من أكادير 320 كيلومتر تقريبا بزاف. هذا دابا دايره ولات تحفه دابا هادي شحال غتصار فغات بيع هاد البيكالا دابا لا ما نبيعها ذكرني يا هي هي راه ذكرتهم واه قلت لك شحال غتبيع هاد البيكالا والله ما عرفتش غات تحفه كيما تلاقين واحد السيد يجي على رجلي من كزوله قلت لي تمين جاي جاي من كزوله قلت له تمين قلت من اكادير الله يا ولدي الله ترى خاصني ندخل الارشيف والله العظيم كي خصك تروح الارشيف تجي من كزولة هو يقول صاحبه قال شوف السيدة جا من الاسد جا من اكادير والحمد لله الحمد لله على كل حال وسيدي على سلامتك على يسرنينا ونعطى الله وهذا وسيدي على سلامتك ورمضان مبارك يعني علينا وعليكم سيدي الله يحفظكم الله يحفظكم.